لان بصراحه مع كامل سعادتنا وفخرنا وحبنا ويعني تحياتنا كلنا للمنتخب المغربي، لكن انا غيران والله العظيم غيران، واي واحد بيحب البلد دي لازم يغير. انت لو ما غيرتش كمسؤول، انت ايوه حضرتك لو ما غيرتش يبقى في حاجه غلط. لو ما غيرتش من اللي احنا بنشوفه من المغرب في كاس عالم وان هم يوصلوا للمرحله دي، يبقى انت ما عندكش اي نوع من انواع الضمير. بمنتهى الوضوح، بمنتهى الوضوح انا بتكلم على منظومه كره القدم في مصر. والواحد غيران اكتر لان اقسم بالله احنا عندنا الامكانيات. منتخب المغرب ده بالمجموعه اللي موجوده دي احنا كسبناهم تقريبا، الماتش الوحيد اللي كسبناه في الادوار الاقصائيه في بطوله الامم الافريقيه الاخيره 2-1، ما عدا ذلك كل ماتشات ضربات جزاء. فاحنا كسبناهم، احنا نقدر، عندنا اللعيبه المميزه، ها عندنا كل حاجه. مصر تتقدم في جميع المجالات الا كره القدم، الا كره القدم. فعايزين نشوف الحل فين، العلاج ايه، ازاي نقدر ان احنا نعمل الحاجات اللي زي دي. ودي رساله من المغرب، من المنتخب المغربي بكل القائمين عليه بالمنظومه بالكامل، ان مفيش حاجه اسمها مستحيل في الكوره، بس في حاجه اسمها انك لازم يكون عندك ضمير واخلاص وتشتغل. الناس في المغرب عملوا ايه؟ ها كان عندهم وحيد خليلوزيتش. وحيد خليلوزيتش ده مدرب كبير جدا، قعد معاهم سنه ولا اتنين، الراجل كون المنتخب بشكل كويس، بس عنده خلافات مع بعض اللاعبين مش عارف ايه. فالمسؤولين عن الكوره في المغرب قال لك احنا هنعمل مجازفه، ومجازفه محسوبه. هنمشي وحيد خليلوزيتش قبل شهرين من انطلاق بطوله كاس العالم، وهنجيب واحد احنا مجهزينه صح اللي هو وليد الركراكي، اللي تدرج بشكل مميز جدا واللي خد شهادات مميزه جدا ودرس، ونجيبه نحطه مكانه. مش جابوه بقى عشان مثلا المدير المالي في الاتحاد المغربي قال لرئيس الاتحاد المغربي اصل احنا ما عندناش دولارات، لا هم جابوه عشان عارفين ان ده هينجحهم. فهنا الفارق وهنا المقارنه اللي لازم تاخد بالك منها. ناس مشت مدرب اجنبي جابوا واحد وطني يستحق التواجد فنجحوا وماشيين بسيستم، وناس احنا هنا في مصر بنديرها بعشوائيه في الكور، في عشوائيه كده في الاداره بمنتهى الوضوح، في عشوائيه اللي هو انا دلوقتي عندي كيروش، عندي خلافات معاه، امشي يا كيروش انت وحش، امشي يا كيروش. نجيب مين يا جماعه؟ تعالى يا مدير يا مالي، دي تصريحات رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، احنا ما نجيبش حاجه من عندنا. تعالى يا مدير يا مالي اما اقول لك. نعم يا فندم، انا دلوقتي عايز اجيب مدرب اجنبي، عندها دولارات ولا لا؟ دولارات منين؟ احنا ما عندناش دولارات. خلاص يا كابتن ايهاب جلال تعالى امسك المنتخب، احنا ماشيين كده. احنا ماشيين كده، جه الكابتن ايهاب جلال قعد اسبوعين ما عجبهمش، مشي الكابتن ايهاب جلال، هوب الدولارات ظهرت. جبت ميكالي مدرب اجنبي المنتخب الاولمبي، جبت فيتوريا مدرب اجنبي لمنتخبنا الوطني الاول، جبت خبير تحكيم كلاتنبرج كمسؤول عن منظومه التحكيم في مصر، الدولارات فجاه ظهرت. ده دليل على ايه؟ على مدى العشوائيه اللي احنا بندير بيها الكره في مصر. فابوس ايديكم، غيروا غيروا على اسم بلدنا، غيروا على اسم بلدنا. احنا تاريخنا كبير جدا في الكوره، احنا ما نقلش على المنتخب المغربي، احنا بنحب المغرب جدا وفرحانين ليهم جدا جدا، بس غيرانين على بلدنا. نفسنا ان احنا نوصل للمرحله دي، احنا مش قليلين، احنا بنتقدم في كل المجالات واخدنا خطوه خطوه، ناقص لنا الكوره. اتمنى ان الخطوات الاخيره اللي خدناها في الكوره من خلال الاتحاد المصري ومن خلال مدرب جديد جه ابتدى بدايات مبشره، نتمنى ان هو ينجح فيها، واتمنى ان احنا نكون ماشيين في نفس الطريق اللي زي ده. ما عندناش غير محمد صلاح بصراحه هو اللي رفع راسنا يعني.